شباب مع كريمي تين اكس. النهارده اقول لكم سبب محزن ان انا مش هنزل فيديوهات لمده 3 4 شهور. اوعدكم يا شباب بعد 3 4 شهور كل يوم 3 5 فيديوهات في اليوم الواحد، ويعني على الاقل يعني لو ما نزلتش 3 كده يبقى فيديوهين، واعوض الفتره اللي انا كنت بغيب فيها بسبب ظروف كده. يا شباب احنا تمينا 60 سبسكرايبر، عايزين نوصل 70 و80 ومليون ان شاء الله، وعايز اوصل الفيديو ده ل30 لايك ان شاء الله. يا شباب اعوض الفتره دي تاني، اعوضها بخمس اربع تلات فيديوهات، وعلى الاقل فيديوين زي ما قلت لكم، واشوفكم الفيديو الجاي بعد 3 شهور. وسلام.